في هاي المحاضرة نتكلم عن الكاي سكوير لمعرفة أو كتيست لمعرفة أنه الكاتيجوريال بيربل هو يمثل كوميونتي أو ما يمثل كوميونتي. إحنا ممكن إن نختبر أو نسوي تيست لل continuous variables مثل ال age, ال BMI أو غيرها. هذه ال variable continuous كنا نسوي لها تي تيست اللي هو ما يصير أو ما يطبق عليه ال variables اللي هي categorical مثل الجندر. إذا أردنا نتحقق من أنه هذا ال variable يمثل community أو لا, لابد أن نسوي له الكاي سكوير تيست اللي هو راح يكون بالشكل الآتي. راح نروح إلى Analyze ونروح إلى Non-Parametric Test, ومن Non-Parametric Test عندنا الكاي سكوير. راح نستخدمه للجندر ونقول له أوكي. لاحظ الريزلتس انه الكاي سكوير قيمته نسبيا عالية مع ال 1 و 2 اللي هي تمثل الجندر, قيم الجندر نسبيا عالية 4, و السيجنفكنسي less than 5% اللي هي يعني نوعا ما مقبولة. و بهذا ال بهذا الريزلت انه النتائج مالتنا او السامبل اللي اخذناها تمثل لنا الكوميونتي. وفي حالة انه استخرجنا قيم ما تمثل الكوميونتي او ابتعدنا عن القيم اللي خلينا نقول مقبولة, الكي فاليو مالتها غير مقبولة, بهالحالة لابد أن شو نسوي؟ لابد أن نزيد عدد السامبل الكيسز بالسامبل ونزيد الراندومنس مالتنا حتى نحصل على خلينا نقول الكاتيجوري فيربل ريبريزنت ذا كوميونتي. فبهالحالة كان عندنا هذا التيست ما ينظر إلى بقية الفيربلز بنظر الاعتبار. شلون نسوي تيست ينظر إلى بقية الفيربلز بنظر الاعتبار؟ يعني مثلا نستخدمه إنه يقسم لنا الجندر إلى تو جروبس. شلون كان عندنا بالتي تيست انه نقسمه الى تو اندبندنت جروبس. اي فيربل نسوي له تي تيست ممكن نقسمه الى تو سامبل, نقسمه الى تو اندبندنت جروبس ونسوي التي تيست. هنا ايضا بنظر الاعتبار ناخذ بقية الفيربلز من خلال تقسيم الى الجروبنج هذا بنفس الاسلوب. فاذا على سبيل المثال هنا كمثال احنا راح ناخذ الاف بي اس. الاف بي اس راح نقول انه ما دون 120 نعتبره لو ليفل بالاف بي اس. الفاستنج بلاد شوجر راح يكون لو لما هو دون 120. استخرجنا هذا الفيربل اللي هو يمثل لنا الكاتيجوري فيربل للاف بي اس, و في الحالة ياخذ ال 120 فما دون كون, و 120 او ما اعلى من 120 ياخذ شنو كتو. اي رقم عندنا اعلى من 120 ياخذ كتو. إذا هذا الكاتيجوري فيربل اللي استخرجناه هو راح يفيدنا بشنو؟ راح يفيدنا انه
يعرف انه الـ variable fbs اللي هو continuous. اكو شنو الـ conjunction بينه وبين الـ gender، هل هو الـ gender يمثل community ام لا؟ اذا ما مثل كوميونتي فنحن مطالبين انه شنو، يعني ما يصير احنا مثلا نروح الى خلينا نقول مستشفى نسائية ونقول هم هذولي البيشنس هنا مثل كوميونتي، او ما يصير احنا مثلا نروح الى وحدة عسكرية ونقول الموجودين هنا هم يمثلون كوميونتي. لازم احنا السامبل مالتنا تكون منوعة والراندمنس بيها عالي، وبهالحالة راح جندر يمثل الكوميونتي. فاذا جندر هنا حتى نسوي لهذا التيست مع ال FBS1 نروح الى analyze ونروح الى non-parametric test ونروح الى two independent samples. راح ناخذ الجندر وناخذ الجروبينج فيربل هنا اللي سويناه اللي هو ال FBS1 اللي هو بي 2 ليفلز الهاي واللو. فناخذه قلنا خلينا 1 لللو ليفل وخلينا 2 للهاي ليفل، وبهالحالة راح يكون عندنا الكاي سكوير الاندبندنت هنا نشوف قيمة عالية ونشوف عندنا السيجنفكنسي مقبولة، يعني البي فاليو هذه مقبولة جدا. وبهالحالة اكيد احنا الجندر مالتنا يمثل الكوميونتي. باخذ بنظر الاعتبار شنو اخذنا بنظر الاعتبار اللو والهاي ليفلز لل FBS1 هنا هذه ال ليبلز احنا سويناها، بس نسوي كليك على هذه الأيقونة تظهر هذه الليبلز. احنا سوينا هذه internally، هي لابد ان الفاليوز تكون عددية حتى يقبلها ال SPSS. فهذا كان من اخذنا ال FBS1 in conjunction، او خلينا نقول قسمنا اياه للجندر الى 2 groups اعتمادا على اللو والهاي اف بي اس، ما دون ال 120 وما فوق ال 120. زين، لو احنا هذا الجروب او هذا السامبل حطيناها علاج وبعد فترة من العلاج خلينا نقول شهر اخذنا ال اف بي اس، وهنا اقترحنا انه تقل عندهم كل هاي تصبح لو ما عدا 10% من السامبل تبقى مثل ما هي. فاقترحنا هذا الاقتراح انه يعني تقريبا اكو يعني ريسبونس للعلاج. فخلينا نشوف ايش تظهر لنا بالكاي سكوير ريليتد اللي هو ينظر الى السامبل ما قبله وما بعده. هنا صارت عندنا ما قبل العلاج وما بعد العلاج. فنروح الى analyze ونروح الى non-parametric ونروح الى هذا النوع اللي هو related chi square، ياخذ لنا 2 samples قبل العلاج وبعد العلاج. السامبل هي نفسها لكن ان انذر تايم. هنا نرست القديم ونختار
الـ FBS1 هذا ما قبل العلاج، والـ FBS2 هذا ما بعد العلاج، ونقول له أوكي. لاحظ الريزلت طلعت لنا، لاحظ هنا القيمة للزد و السيغنيفيكانسي أو الـ P value ظهرت زيرو، بمعنى أنه إحنا جاي نمشي بالطريق الصحيح، والعلاج أو الطريقة العلاجية اللي اعطيناها للمرضى أدت نفعها، ولهالسبب الـ P value أقل من 5%. لو كانت أكثر من 5% فأكو خطأ بالطريقة